الحالة اللي احنا نعيشها الآن في ظل الإقبال على التعليم عن بعد شكلت ظاهرة إقبال كبير على أجهزة الحاسب الآلي وحرص الأسر طبعا على اقتناء هذه الأجهزة. وجود أسواق عشوائية دائما هذه تظهر بشكل كبير في ظل الإقبال على أي منتج بهذا الشكل، وهذا طبعا يعني يساعد على نشوء سوق غير نظامية. ومثل ما ذكرت في التقرير أيضا أن وجود بعض المحلات ليس لها علاقة بالأجهزة وتساهم في بيع، هذا طبعا يخلق نوع من السوق العشوائية واستغلال طبعا الإقبال الكبير من الأسر السعودية على شراء الأجهزة. فطبعا الدور هنا يعني ينقسم على أمرين، الأمر الأول هو شدة الرقابة من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك، والدور الآخر هو على المستهلك نفسه أنه لا يضع نفسه مثلا يسلم نفسه لهؤلاء الباعة مثلا سواء المتجولين أو المخالفين، لأنه أيضا البيع لأجهزة الحاسب الآلي بطريقة مخالفة هي ربما تعرضك أيضا لمخاطر أخرى، ربما تكون فيها برامج اختراق وفيها برامج سيئة قد تسيء للأنظمة اللي أنت تستخدمها في عملك أو في الدراسة عن بعد. فبالتالي يعني قد لا تكون حلول إيجابية، يعني يفترض أن يكون في منافذ بيع مرخصة ومخصصة لبيع الأجهزة، ويكون المستهلك يحصل على هذا الجهاز بضمان وفواتير في حال أنه تعرض لأي غش تجاري أو هذا من هذا القبيل يعود لوزارة التجارة من خلال عفوا تطبيق بلاغ تجاري أو وسائل التواصل التي وضعتها وزارة التجارة، وبذلك يحمي نفسه ويكون يعني دفع المبلغ في مكان صحيح. اليوم بالنسبة للأسر في المملكة أبرز النصائح اللي ممكن تساعدنا، يعني اليوم بعض الأسر عندها 3 أو 4 أفراد بحاجة بالنسبة إلى هذه الأجهزة، المنصات الإلكترونية العالمية اليوم أو منصات التسوق ودورها بالنسبة في هذا الجانب إذا كان الأسعار والله مبالغ فيها في السوق المحلي، كنصائح توجه اليوم للأسرة أنه تستفيد أيضا من المنصات الخارجية؟ طبعا هذه بحسب التجربة التسوق الإلكتروني كان ناجح بشكل كبير، وخاصة في أزمة كورونا كانت جميع المتاجر الإلكترونية شغالة بشكل ممتاز. فأعتقد لو كانت الأسر استطاعت أنها تخطط لشراء هذه الأجهزة بوقت مبكر حتى يتخلصوا من موضوع توصيل الطلب للمنزل راح تكون هذا أفضل حل، راح يحصل على السعر وراح يحصل على الضمان وأيضا راح يحصل على الخدمة اللازمة. لكن لابد أن المواقع الإلكترونية تكون مسجلة في موقع معروف لدى وزارة التجارة، وبالتالي يضمن الشخص أنه يتسوق في موقع يخضع لأنظمة وضوابط وزارة التجارة، وبالتالي لا يتعرض أيضا لغش تجاري عبر الإنترنت. الأستاذ فهد البقومي رئيس تحرير صحيفة المستهلك، شكرا جزيلا لك.